النمساوي مرجو مجموعه من اللاعبين قيام تغطيه دفاعيه. هذه كره داخل منطقه الجزاء، محاوله جميله، جول، هدف مميز ياتي في هذه اللحظات، هدف لم يكن يتوقعه احد بهذه الكيفيه وبهذه الطريقه، ياتي من جانب النجم لاعب فريق النظريه الامريكاني ايوب الكعبي اللي وضع الكره في الشباك معلنا عن هدف التعادل. اعتقد بنفس الكيفيه وبنفس الطريقه اللي تسجل بها الهدف الاول ومن نفس الموضع وبنفس الاسيست تقريبا يجي هدف مشابه، نسخه كربونيه تبقى الاصل لتلك التي شاهدناها في الجوله الاولى. نعم، هدف اول من جانب الجيش الملكي وهدف التعادل من جانب فريق النظريه ديال البركانيه. شاهدونا عمر النمساوي رفع الكره هنا، التمرير الجانبيه والراسيه تموضع ووضع الكره في المرمى، هدف طبق الاصل تقريبا للهدف اللي شاهدناه في الجوله الاولى اللي كان في الاسيست وفي رفع الكره لاعب اسمه اليوسفي، وفي تمام الكره لاعب ابراهيم البزغودي الان كنشاهد عمر النمساوي في رفع الكره ويتمام العمليه الهجوميه عن طريق الكعبي. اماميه رجعت في خط الوسط، هذه محاوله، ما كاينش تسلل، فرصه خطيره، ايوب الكعبي امام الحارس، فرصه جميله، جول، يقضي على الامال، يقضي على التطوعات وعلى الامال التي كانت لدى فريق الجيش الملكي في مباراه اليوم. نعم، بهذا الهدف من بكر الهلالي في الدقيقه 82 وكانه يقضي حتى على التغطيه الدفاعيه التي لم تكن مؤمنه 100% في مباراه اليوم. هم سعداء عناصر فريق النظريه البركانيه ومسير هذا الفريق والجماهير هناك في مدينه بركان المتابعه للحدث. الاعاده ستوضح كيف كانت الانطلاقه، كيفاش ما طمعش ايوب الكعبي ومر تمريره جانبيه، ما كانش الانانيه على مستوى التهديف، وفي اخر مطاف يجي هدف من خلال بكر الهلالي. اذا ننتظر الاعاده بالصدر بشكل مميز، عمليه هجوميه للنظريه البركانيه، محاوله مميزه، فرصه بكر الهلالي، ابدعوا واقنعوا وامتعوا، استغلوا الثغرات الهجوميه والدفاعيه كلها كانت في رقعه الملعب، ويتمكن عناصر فريق النظريه البركانيه من تحقيق مباراه كبيره، مباراه مثيره هنا بمدينه الرباط. حسمت والنتيجه 3-1، والنتيجه المرسومه والمرصوده 3-1. بكر الهلالي ينهي هذه المباراه بهدف مميز، نعم، معلنا عن ثالث الاهداف للفريق البرتغالي، الفريق الضيف الذي اكرم وفادة المضيف في مباراة اليوم. 3 ديال الاهداف مقابل هدف واحد، امضاء